طبعا احلام احلام. ما اخذتي لي قهوه؟ ايه خذيت لك قهوه. تسلم يا جد، بقول تسلم رجلي. كثير جاي اخر وحده يا فش لي صدق. لا وقال لك انا اللي بصور يعني. الله يسعدني. يلا طبعا الحين رايحين انا والبنات. بنات وين رايحين؟ اكتيفيتي اول مره نجرب. طبعا اللي مقترحه علينا نوره يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا اثق صراحه باختياراتها للاماكن. انا زعلانه. انت زعلانه بزله؟ عيدي قاودي. مالك مالك قص قص. هذه لازم تخيلوا احلام زعلان عشان شحنة 99 وما اعطيناها شاحن، واحنا شحننا اقل. هي تبغى تشحن جوالها. المفروض ننزلها هنا عند البوليفارد. اكلت الصداقه ناقصني واحد ما طعطوني. ليش؟ اوكي. الغت الصداقه تماما. لو سمحتي هذا وقتنا انا واضوا يعني لو سمحتي. استغفر الله. شوفوني انا ما ازعل. شحني كم؟ 78 ولا اقول اعطوني شاحن. يا اول 78 يا رب حرف السين. انت اسمعي انت بس سولفي وقولي حرف السين وعادي. انا مره احبك. نورا ما حطيتي شلات. يلا حطينا شلات. اعطينا رقصه يا عطوه. هذه احس بدايتها حلوه يعني. ايوه الحين تصير ترقص. صوتها كذا احلى شوي. دقيقه الحين بينزل. واحد اثنين ثلاثه. يلا ولي شوي هو كذا. هذا لوك نوره يعني صراحه اهنيها على اغنيه رايقه. تجي من هنا هي عشان تصورين. تجي خذي انا سويك. شكرا. طبعا الحين في التصوير محترم. اوريك. تحسبين الكواليس لك عليها. والله ريحتها ما شاء الله تبارك الله. عاد انا مره احب قهوه احلام صراحه. كذا القهوه اللي صح صح صدق. احسها نفس قهوه الزواجات صح؟ الريحه صدق ما شاء الله تبارك الله. وشو؟ وش الانواع؟ ماذا هي تقول؟ كورنفليكس وتوت يعني شكله صح؟ كذا وسكوت. حلوه القهوه بنات؟ والله لذيذه. تخيلوا اني سحبت على قهوتي السوداء جالسه اشرب قهوه احلام. الحب افعال. تدرين ان الحب افعال ولا ما تدرين؟ الحب افعال. والله انك تعاسه بتقولين. شوفوا تخيلوا قلت له صبي القهوه اعطيتني الدله ما ادري ايش تقصد. الله اشيليها واسكتي. ياي مبدئيا شيء حلو. نعم وحط شيء ثاني. شباك وسخ. شوفوا وصلنا هنا. انقذنا الموقف. وصلنا. ما شاء الله اقول لكم شمسنا ما شاء الله يعني خيال ابداع. يا يصلنا. الله حبيتي. احس اني برا الرياض. الجو خيال ترى. صدق صدق الجو مره حلو. ما شاء الله ما شاء الله. بنات شفاكم معلقين بكل مكان. تفتكرني ورده؟ عجبني. الله شوفوا كيف اقرب. وينهم؟ بسم الله ما اشوف الا الا شوف. الله يا ربي على المشي اموت انا. ياي ما شاء الله المكان. وصلنا هنا هذا المكان اللي راح نلعب فيه ان شاء الله. بس بعدين نجيب السناك. طبعا هنا قاعدين يوقعون على احلام مسؤوليه انا والبنات. طبعا الحين راح نلبس هذا اللبس يعني. وصلنا. هاي يما يما يا حلوه اشكالنا.
مستعدين والله مره فل حماس والله صراحه على شمس ضربتنا بس كذا بس احس راح ننبسط باذن الله في نسمه هواء لا يغركم ان الشمس صافقه بوجهنا هذا الجانب الايجابي اي والله يا ويلي راح نتسلق هنا بنات او ماي جاد جوي جوي يلا يلا يا هدى يلا يلا هدى يلا تقدرين واو جوجو ما شاء الله ما شاء الله خلاص جوجو طبعا خلصنا التسلق الحين ما ادري وش بيهببون فينا بنات ما ادري الحين نبدا هنا ولا نروح للزبلاين شوفوا الزبلاين هناك تخيلوا من هنا كذا يطيروننا لين هناك يما صراحه يونس مره طبعا قررنا نطلع للزبلاين نصور اول بعدين نكمل باقي الفعاليات طلعنا فوق شوفوا مره بعيد كفو ياي داري الحال يما ما ادري كيف امسك جوالي صراحه كذا هنا اوكي يما when you reach that tower up your feet okay دقيقه دقيقه يما خايفه ما ادري امسك امسك هنا no need to hold yes okay when you reach that tower up your feet okay يلا يلا قاعدين نقنعها عشان شوفوا هذول مساكين قاعده وينتظروا يا الله متصاحية البنت ذي المشكله هي اللي حجزت لنا هي اللي حجزت لنا وهي اللي تخاف والله قاعدين هنا من اول ننتظرها اخيرا اخيرا بنات تعبتوا انتم تفكر جوع والله انا زيكم مره جوعانه صراحه والله جوعانه الجوع الف طبعا قعدنا نريح شوي الحين نقوم نكمل شوفوا يا جماعه هذول تخيلوا يما يخوف والله في اشياء تخوف ما ادري شلون بنركبها ما ادري شلون بصور اصلا يو يا جماعه تخيلوا بمسك بيد واحده بسم الله خلاص وقفت فين دقيقه امسك جوال زين يلا أوكي. يما يمسك هنا ولا هنا بس؟ يمسك هبلولي بس هذا؟ ايوه يمه بسم الله واو يتحرك بنات دقيقة ما اقدر اصور تخيلوا يا جماعة مشيت من هناك لين هنا بس ما قدرت اصور صراحة مرة يعني لازم امسك بيدين فهمتوا؟ والحين وقفت هنا وبنمشي هناك كل ما وقفت في مكان بصور لكم اني تعديته الحين بيجون البنات جالسة انتظرهم تي تستطيعين انتبهي انتبهي لا لا امسكي امسكي ما عليك تقدرين لا هنا هنا ايوه ومشيت على هذا يما يخوف بس هذا اشوفه اسهل من اللي قبل صراحة المهم يما شوفوني انا هنا رميت الجلافز مره ريحته خايسه وما احس منه فايده يا ويلي الحين بنتسلق كذا لين نوصل هناك والجهه الثانيه كذا نمشي لين هنا ومن هناك كذا فهمتوا زي المتاهه لين نوصل نرجع مكاننا فهمتوا وفي شبك يما الشبك احس الشبك يروع وقال لي من زمان نفسي ابقى جنبه هاي جماعه شوفوا شوفوا شكلي حتى الخوذه مايله المهم مرة صراحة المكان يونس يونس فلوسه في تخيلوا ب 250 حجزنا جالسين نلعب كل هذا مرة وناسة مرة مرة حلو اي لايك صدق كفو اضواء طبعا انا عديت ذا والحين انتظر اضواء هذه تخوف شوي شوفوا يمه بس المنظر خيال
الحين الحين كذا بنتحول شو اسمه كذا نصير صغار كذا وندخلها. طبعا يا جماعه الحين بنات قسم بالله متحمسه وخايفه، مو مره خايفه الصدق بس يعني احس وناسه مره. شوفوا بننط من هنا لين تحت. واو يلا بسم الله. دقيقه يا يما يلا 3 2 1. الله وناسه يا صديق ركبني يا اخي خلنا نركب. محمد عادي او بس صوره يعني اطلع ويصورني صوره؟ لا لا say hi. No problem. ها توني غسلت يدي صراحه ما بيمسك كذا من بعيد. ياي وناسه صراحه بس انه لازم ندفع كم 200 ولا ميكب البولو ما اتوقع 200 200 عشان نركب. لا بس هذا بس بولو ترى. شوفوا جالسين يلعبون دارة من جد يلعبون بولو. واو حلو حلو مره. ياي بنات تخيلوا قالوا ان المطعم لازم نروح بالباص. يما لازم بالباص وناسه وناسه ياي. طبعا الحين بنمشي شوف المطعم اهم شي حاطين ذا التمثال. احنا الحين ميتين جوع ما في طاقه بس ننتظر الاكل. وصل وصل اول مره احس ان الاكل يعني كذا لذيذ وانا لسه ما ذقته من الجوع. وصل اكلي. This chicken صح؟ Yes. Yeah, thank you. طبعا اكلنا الحمد لله. الحين نبي نروح نتقهوى خلاص نركب باصنا مره ثانيه. الحين خلاص بنرجع. ياي شوفوا تمثال بالنص. ليه؟ ما ادري. جو خيال فجأة شمس مرة بس صراحة الهواء في هواء حلو بس شمس. ايوه الهواء الهواء مرة يجنن. وصلنا الحين القهوة 1 جرام طعنا افتتاح يمكن طلعوا مكملين سنة. كيوت سيارة كيوت مرة. طبعا الظهر ميتين حر ولا ميتين برد؟ شوفوا مين جاء. يا هذه كانت ناقصتنا اليوم بالرحله بسبيها رحله مدرسيه. ان شاء الله تروحون معنا وانا معاكم ان شاء الله المره الجايه كلنا. كيوت حاطين بنالين وحركات وش مكتوب فيها ما اشوف. ونير. ايوه مره كيوت والله المكان مره رايق ما شاء الله. طبعا الحين جينا نطلب. حس اني ابي وش تبيني يا عمي؟ ابي اسبريسو. اسبريسو؟ ايوه متاكده؟ اي متاكده معلش. واحد اسبريسو واحد. شوفوا الخاينات نوره واضواء تصوروا بدوننا قله ادب. شوفوا صورتنا تجننت خلاص تغارين. اسبريسو ابي اصحصح للامانه.